أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. ابتداء من هذا المساء والأيام القادمة إن شاء الله سوف نقدمكم آخر التفاصيل، فلا تنسوا بارك الله فيكم دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. ويتوقع بإذن الله هبوب رياح نسبيا قوية على الجنوب الشرقي وكذلك المرتفعات والأقاليم الجنوبية المملكة والمناطق الوسطى الداخلية الساحلية. سوف تعرف رياح قوية وكذلك رياح قوية خصوصا على الجنوب الشرقي الرشيدية وزغورة ومرتفعات الأطلس، مع تساقطات مطرية جد معتبرة إن شاء الله، قد تكون بعض الأحيان ذات طابع رعدي وعاصفي على أبو عرفة وذات الحاج وكيكو وميدلت والرشيدية وتبانت وتينغي. تساقطات جد غزيرة معتبرة على معتركة بإذن الله، وأمطار غزيرة إن شاء الله سوف تعرفها الجهة الشرقية للمملكة. خلال يوم الاثنين ان شاء الله فيتوقع ان تكون الاجواء كذلك صافيه الى قليل السحب في معظم مناطق المملكه ان شاء الله. بالنسبه لتوقعات يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله فيتوقع بحول الله استمرار الاجواء مستقره مع احتمال ارتفاع ملموس في درجات الحراره. خلال يوم الاربعاء يتوقع باذن الله كذلك استمرار الاجواء الصافيه الى قليل السحب في معظم مناطق المملكه ان شاء الله.